رئيس المنطقة هذا رئيس المنطقة معاذ رئيس المنطقة هذا يقول لنا باش نشتباتوا في قصر ترشنية ودي العياش سامحوني كلمة سامحوني ودي العياش يا المتراك صح نحب نعرف رئيس منطقة نتاع القصبة يجينا صباح كيجينا صباح احنا باش نعتصموا زعما هما مو حاضرين معنا من الصباح هما حاضرين معنا ديجا عندهم شكون يصور ده يصوروا فينا يعني انا حاير جاي نطلب في استحقاقاتي يعني انا كجريح ثورة فهمت نسمع كان في الاخر الحديث في العشية من الصباح لليل واقفين ونهتفوا على الجريح وعلى الشهيد ورا التويسة كل احنا التويسة را مش جايين من بلاد اخرى رانا التويسة انا هذايا حق را كي جينا نحكوا مع دور رئيس المنطقة قلنا الواتين اخوي ما يثبت ان احنا ما ثمش اعتصام وما نعملوش اعتصام وما نعملوش على شيء كان اخويا لو باش تنصبوا واتين ولا تنصبوا حاجه ما تنصبوش انا سامحني مين عملتوه الاعتصام بالضبط؟ في القصبه نحن عملنا القصبه في القصبه من يوم الصباح حتى العشيه قعدوا كانوا مجموعه كبيره من الصباح عباد جايه من قابس وعباد جايه من بلايص كل رانا كل تويس على كامة تراب الجمهورية جرحى كل شو من بلايص كل يا رسول الله يا رسول الله سامحني يا رسول الله يجوا هذا الحاكم اللي معانا لان احنا متشرفين به راه حاكم تونس راه اما مش يعمل معانا كيما كيك راه رئيس منطقه يجي للعوين يقول له يقعد ما عادش فيه رئيس منطقه ما عادش قاعد يصبر احنا انا صابرين ومضروبين بالكرتوش على بين ارواح راهو اي واحد تلقاه سقط كان الراجل ما عادش ولا راجل راه مراه كانت مراه ما عادش ولت مراه راك تشوف حالات شباب رجليها تقصد مش خرجت العميده اللي بالحبس سمعت الدم تو تبكي نحن العرب نجروا كان على الكراسي نجروا كان على الكراسي راه باهي هاي الكراسي وصلتنا سيدي هاو انتخب انا انتخبنا هاي الحكومه الباهي هانا انتخبناها لكن علاش حق الجريح هذاك انت كنت في الحبس وخرج هو خرج مش مزيه احنا وقفنا خاطر مظلومين ومقهورين من ظلم بن علي خرجت العبيد الكل تتكلم سمعت ولا يدين واحده وقلب واحد لكن علاش يعملوا بينا كي مكة علاش انا حاير علاش حكومة توقفوا معانا انا واقفين معاكم من الصباح في الاخر شافونا 12 واحد و15 واحد يجي يقول هذا ما يتقعد وكلام ما يتقالش راهو كلام ما يتقالش نحن نحكي معاه بالمنطقة قلنا له سمعني مال الحق قلنا له رانا نحن مش هنصبوا وقتي لكن واقفين هنا للصباح وغدوة بعد غدوة بعد غدتين عادي حتى ناخذوا حقنا لكن يحكي معانا كيما كيكا بطريقة كيما كيكا يعني جي العوين هبط وامشي يمشي اضرب تقعد ما يبقاش حتى واحد هنا علاش اعطيني قانون يمنع مواطن تونسي ما يدورش في اي بقعة اعطيني القانون هذا اعطيني القانون هذا واحد اي تونسي يمشي بلاصة باش يقعد فيها يجي ولا حاكم يمنع اعطيني القانون هذا علاش هكا علاش نتعذبوا نحن عندنا امير راه عندنا امير عباد الله يفهمونا مواطنين نتواسى راه عندنا امير راه ما عادش فينا حد شيء راه ما عادش نجم وراه ما عادش نجم انا نحبوا حقوقنا انا مش حاشين بحد شيء اخر ما نحبوش السياسه نحبوا حقوقنا انا حقوقنا هذه دوله ما يقيم الذات اعطونا حقوقنا وكهو ما عشناش بحد شيء ستوب هنا ستوب يزينا ما عادش فينا انا راهو اذا راهو انتم الشعب هذا هو اللي تبع باش يمشي يضرب يخلي المواطن يعني يعارك مع المواطن خلونا جهويات كما خلينا بن علي وراه معروف اللي ضربنا صاحبي اسمعني خويا الغالي رانا نعرفوه اللي ضربنا اللي ضرب الجرحى تويك في القصبة رانا معروف نعرفوه مع السبعة نعرفوه صاحبي السبعة معاذ تمشي فيه وقت تلقيه مع السبعة معروف وجينا كلمناه من الاول ما عندناش معاك حتى دوانا خويا طلبوا في حقوق انا نعتصموا في اعتصام سلمي لا انت اعتصام سلمي لا احنا باش نحركوا هم خويا مصباح يستفزوا فينا جماعه الحاكم مصباح روحوا باش يروحوا سامحني ثم تكسير صدمنا على الولايه المره هذه لا حرقنا صدمنا على موصل حكوميه عملنا حتى حاجه عملنا حتى حاجه جابرابي لا بد خويا شفت اوراقنا خويا شفنا قاعدين انا مانيش مسلمين في حقنا طلبوا في حقوقنا
الضرب ما عمرش مسامحين فيه. قالوا لنا بنروحوا باش يروحوا هما.